في تطورات الشأن الفلسطيني، قتل الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا بدعوى محاولة طعن أحد حراس الحدود على حاجز الجملة قرب جنين شمال الضفة الغربية. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن حرس الحدود أطلق عليه النار قبل أن يهاجمهم، ما أدى إلى وفاته على الفور دون وقوع إصابات بين الإسرائيليين. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من إسعاف الشهيد وتركته ينزف على الأرض قبل سحبه إلى داخل بوابة الحاجز العسكري. وقالت مصادر طبية إن قوات الاحتلال سلمت جثمان الشاب ويدعى خليل سليمان لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.